غصب كون احتمل درب غربة وهزل رقي انا بيسر جراح ايدل عمة الرضا نقرا المولانا علي بن موسى امه الزهراء دخيل غصب كون احتمل درب غربة وهزيل رقي انا بيسر جراح ايدي الحبيل منو يجاوب سؤالي اظل بهذا حالي درب خلص ناشد بعد يرجع دلالي منو يجاوب سؤالي اظل بهذا حالي درب خلص ناشد بعد يرجع دلالي فد وروح صوتك وا ابتا هو غمض جفن الحنان غمض جفن الحنان عجيبة ودمعها عقب أهلي مشيت درب ما بأمان غمض جفن الحنان عجيبة ودمعها عقب أهلي مشيت درب ما بأمان زمن أول غربتي ودرب يشرب دماتي غمض والينا عينه وبدت بعد محنتي زمن أول غربتي ودرب يشرب دماتي غمض والينا عينه بدت بعد محنتي وابتا وين صوتك وابتا علي بهالعمر فرض صار الصبر ولا لازم دمي يصب من سطور علي بهالعمر فرض صار الصبر ولا لازم دمي يصب من سطور على ضيمي يكون كابر وضم دمع النواظر يتيمة والزباني ولا أكسر لخاطر على ضيمي يكون كابر وضم دمع النواظر ولا أكسر لخاطر أبتا عصار قلبي الحنين سيد باسم الموسوي عصار قلبي الحنين حمى ضلوعي الأنين أحيش يفتك جريح منصيحا يا حسين عصار قلبي الحنين
احنا ضلوع الاني شفتك جريح منصيحا يا حسين انا بغربة وزماني بجمور فقدت جواني ابوي ويم تشوفه وقيل على السباني انا بغربة وزماني جمور فقدت جواني ابوي ويم تشوفه وقيل على السباني جوابك ليش ساكت؟ بتا ولا قالوا حرام علي حرقة وخيام جروحي على التراب ليال افرش ونام ولا قالوا حرام علي حرقة وخيام جروحي على التراب ليال افرش ونام ليالي تمر علي وانا فراشي الوطية بعد حضن المحنة وساد احبالي دي ليالي تمر علي وانا فراشي الوطية بعد حضن المحنة.